حول العالم. حول العالم. مطار ياباني لم يضيع حقيبة سفر واحدة منذ 21 عاما. أول أخبارنا في العالم في حول العالم إلى اليابان، حيث استطاع مطار ياباني أن يتجاوز مشكلة ضياع حقائب المسافرين محققا رقما قياسيا عالميا، إذ لم تضع فيه حقيبة منذ 21 عاما. ويعتبر مطار كانساي الياباني أفضل مطارات العالم تنظيما وأمانا. إذا كنت في سفر على هذا المطار الياباني تحديداً فلا تقلق من احتمال ضياع حقيبتك، فهذه المشكلة التي يعاني منها المسافرون عبر المطارات الأخرى لا وجود لها في هذا المطار، إذ أنه يعتبر الأكثر دقة وتنظيماً في العالم، ولم يسجل ضياع حقيبة فيه منذ 21 عاماً. ومنذ أن افتتح مطار كانساي الدولي في اليابان في عام 1994 لم يفقد أي حقيبة سفر ليسجل بذلك رقما قياسيا عجزت عنه أو أمامه أهم المطارات العالمية. ولا يتوقف عند هذا الحد، بل يقوم عمال التحميل بوضع الحقائب على دورات المطار بحيث تكون مقابض الحقائب للخارج لتسهل على المسافرين المنتظرين حملها ووضعها في العربات. وتصدر المطار مؤخرا لائحة بأفضل المطارات التي تتعامل مع الحقائب نتيجة رقمه القياسي بإرجاع الحقائب لأصحابها وتيسير عملية استلامها في تفصيل اعتبر صغيرا ولكنه مهما استراتيجيا لسمعة المطار. واستطاعت مستمعين ثلاث مطارات يابانية أن تحجز لنفسها مكانا على لائحة أفضل المطارات تعاملا مع الحقائب. واعتبر مطار كانساي الدولي في أوسكا اليابانية حالة فريدة وتجسيدا حرفيا لمعنى الدقة والالتزام، إذ حاز لقب أفضل مطار في العالم على صعيد حفظ أمتعة المسافرين وحمايتها من الفقدان. واستحق هذا اللقب عن جدارة، خصوصا أن حقيبة واحدة لم تفقد فيه منذ افتتاحه.